في هذا العدد نتابع تحقيقا حول القانون الجديد والذي سيمنح الأندية الرياضية الإمكانية نحو التحول إلى شركات رياضية. نتابع مضامين هذا القانون والإضافة التي سيقدمها لهذه الأندية على مستوى التسيير والتدبير. فقرة ثلاث أسئلة إلى نسلط الضوء من خلالها على لجنة المساواة والمناصفة داخل مجلس النواب والعمل التي تقوم به وتعليقها على ضعف الحضور النسوي داخل هياكل مجلس النواب. كواليس الحلقة تتابع يوما دراسيا بالبرلمان حول التكوين المهني. المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدينا الأفاضل، السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. نبدأ بتحقيق العدد والذي يسلط الضوء على الأندية الرياضية والتي تطمح مستقبلا إلى التحول إلى شركات رياضية من خلال القانون الجديد الذي ينظم هذه العملية. نتابع مضامين هذا القانون وكذلك شروط استفادة الأندية من هذا النظام الجديد وكذلك الأفاق التي سيمنحها في مجال التسيير والتدبير وكذلك تحسين وضعية المستخدمين داخل هذه الأندية. فريق المجلة انتقل إلى أندية رياضية بالقسم الوطني الأول والقسم الثاني وأنجز هذا التحقيق. المتابعة مع أمين الخالدي. قانون 039 يخول الأندية الرياضية التي أسسها تكون غالبا جمعيات رياضية إلى انتقال لشركات رياضية. وزارة الشباب والرياضة وبعض البرلمانيين المتتبعين للقانون والذين يشرفون على تنزيله تجنبوا في أكثر من مناسبة إعطاءنا تصريحات في الموضوع ربما لا يرقهم هذا القانون، هذا من أسباب تأخر تنزيله. نحن هنا بالملعب الكبير لمدينة طنجة. بالنسبة للأمين مال فريق اتحاد طنجة، اعتبر أن القانون الجديد يجب أن يراعي خصوصية الأندية الرياضية في المجال الشقي الضريبي. الانتقال ديال الشركات اللي ما خصوش التغيير، خصو يكون هناك واحد التغيير قانوني اللي كيشمل الشركات الرياضيه باش ما يطبقش عليهم نفس الطريقات اللي كيطبق على الشركات الملتي ناسيونال اللي هما كيخدموا على واحد الربح. هاد الشركات الرياضيه ذات المنفعه اللي هي اكثريه اجتماعيه بدون ربح، لهذا خص القوانين ديالها التنظيميه اللي غادي تكون كتشملها ما يكونش كيطبق عليها نفس القوانين اللي كتطبق على الشركات اللي هي الملتي ناسيونال. الان فريق اتحاد طنجة وحسب الكاتب العام للفريق ينهج استراتيجيتين، الاولى على المدى القريب حيث يعمل على ان يصبح الفريق تنافسيا في البطوله الوطنيه، اما على المدى المتوسط والبعيد فيعمل الفريق على التكوين من خلال تحضير اللاعبين من المدرسه الطنجاويه. نتيجة مركز التكوين الحمد لله هذه السنة اللي فاتت كانوا صعود بعض اللاعبين لفريق الأول، خصوصا جينا نشوفوا اللاعب أيوب الجورفي والشنتوف كانوا بمعية أن اللاعبين اللي خرجوا كانوا في الفريق الأول السنة الماضية، وهذه السنة كان نظام الإعارة للأقسام ديال القسم الوطني الثاني وأقسام الهوات. هذه السنة كذلك شفنا الطريقة اللي كيشتغل بها السيد طالب اللي هو مشكور على الطريقة، وهو صعود سبعة لاعبين من فريق الأمل اللي من أجل تدرب رفقة الفريق الأول. كما أن السنه الماجيه ان شاء الله فريق اتحاد طنجه عازم بانه الفريق الشبان ديال فريق اتحاد طنجه يكون عندهم مكانه داخل فريق اتحاد طنجه، خصوصا ان واحد 30% 40% ديال اللاعبين اين يكونوا ابناء النادي. من طنجه الى الرباط كان لنا لقاء مع حمزه المدير المنتدب لفريق الفتح الرباطي. على ما يبدو مقر بمواصفات عالميه، بنيه تحتيه واقامه فاخره للاعبين ومدرسه للتكوين. بالنسبه اليه القانون الجديد يعطي للجمعيات الرياضيه شفافيه اكبر في التدبير المالي. المسائل الجبائيه مازال ما توضحاتش بالنسبه لينا. حنا في طور تنهضروا مع الاخوان ديال وزاره الماليه باش نقدروا نلقاو حلول الماضي ونعرفوا كيفاش غادي نكونوا مع المستقبل ان شاء الله. المسألة الثانية اللي هي مسألة مشكل عويص بالنسبة لنا حنايا، والمسألة ديال التقاعد والتغطية الصحية الإخوان اللي خدامين في هذا الميدان ديال كرة القدم. إذا هذه المسائل هذه مازال حتى الآن مازال في طور الإنجاز، نفكروا فيها في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. والمسألة الثالثة هي هذيك الشراكة اللي خصها تكون بين الشركة الرياضية والجمعية الرياضية. الشركة التجارية أو مجهولة الاسم تفرض عليها الدولة ضريبة على الأرباح وأخرى على القيمة المضافة.
بالنسبة مثلا لصفقات اللاعبين سيشملهم هذا القطاع. بالنسبة لرؤساء الأندية يفاوضون الآن وزارة المالية لإلغاء هذه الشروط. الشركة الرياضية هي تعطينا أكثر من الشفافية، تعطينا شفافية كبيرة، تعطينا واحد مصداقية مالية، وتعطينا مسؤولية ديال المسيرين. يعني المسؤولية ديال المسير ديال جمعية رياضية ماشي هي المسؤولية ديال المسير ديال الشركة. إذن هذه المسائل هذه هي اللي غتولي مهمة بالنسبة للمستقبل إن شاء الله. فريق الفتح الرباطي يتوفر على واحدة من أحسن مراكز التكوين. يعمل الفريق على التكفل لمجموعة من اللاعبين الشباب من حيث المدرسة والتكوين والتدريب. ici sur notre académie nous accueillons une soixantaine de joueurs. نستقبل هنا حوالي 60 لاعبا أعمارهم تقارب 14 سنة إلى حدود 20 عاما. هدف الأكاديمية تكوين لاعبين في مهن كرة القدم، بمعنى خروج لاعبين محترفين إلى الميدان. فرق الأندية الرياضية كلها معنية بالقانون الجديد، حتى فرق القسم الثاني. هناك هيكلة تنظيمية عبر لجان واجتماعات وتقريرين أدبي وآخر مالي، ولكن كل هذا يبقى مجهود شخصي غير مؤطر بقانون الشركات، حال فريق اتحاد خميسات لكرة القدم. فالفريق كيشتغل هذه السنه باللجان، فكل لجنه عندها رئيس ديالها بطبيعه الحال. كاين اللجنه التقنيه اللي عبد الربي كيشرف عليها، كاين لجنه طبيه اللي كيشرف عليها الدكتور العيدي، كاين ناطق رسمي اللي هو السي عبد السلام بالقاضي. فحنا كنشتغلوا كباقي الفرق هذه السنه هذه، وحنا غاديين في طريق ان شاء الله ان الفريق نخرجوه من هذه الأزمة دابا اللي هو فيها. وإن شاء الله ما كان وعد الجمهور أنه ما يتقلقش على الفريق، لأن عنده إكراهات مادية خصو يعرفها، لأن الجهات المحتضنة ديال الفريق لحد الساعة اللي كنعني بها الجامعات المحلية ولا المجلس الإقليمي لحد الساعة راه ما توصلنا حتى بشي حاجة. كاين دعم واحد هو ديال السيد رئيس الجيب الوحيد. قانون الشركات الرياضية من الممكن أن يكون قاطرة نحو الاحتراف من حيث التسيير والتدبير الإداري والمالي وضمان حقوق المستخدمين عبر إعطائهم حقوقهم من خلال التغطية الصحية والتقاعد وضمان الشفافية في عقود اللاعبين والمساهمات المحتضنين. فقرة ثلاث أسئلة إلى تتابع عمل لجنة المساواة والمناصفة داخل مجلس النواب، الدور الذي تلعبه في هذا الإطار، وكذلك تعليقها على ضعف الحضور النسوي داخل هياكل مجلس النواب بعد تجديدها مؤخرا، وكذلك مكانة المرأة اليوم داخل الأحزاب السياسية. أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى. السؤال الأول للسيدة خديجة الزياني، ما هو تعليقكم داخل لجنة المناصفة على الهيكلة الجديدة داخل مجلس النواب بخصوص تمثيلية المرأة؟ بداية لابد أن نسجل بكل اعتزاز بالنسبة للنصف الأول من دورة أو الولاية التشريعية الأداء الجيد والمثمر لمجموعة من العضوات أو الأخوات النائبات البرلمانيات التي كنا ضمن تشكيلة مكتب مجلس النواب، واللواتي أدينا يعني مهما جسيمة ومهمة تحسب لهن. كذلك نسجل باعتزاز العضوات الجديدات اللائي يعني ينتمين كذلك لتشكيلات المجلس الجديد في نصف الولاية الثانية، من الولاية التشريعية، وهن يعني النائبتين، النائبة السابعة والنائبة الثامنة، وكذلك أمينتي مجلس النواب، ثم كذلك رئيسة المجموعة النيابية، كذلك هناك رئيسة لجنة، وكذلك رئيسات المجموعات الموضوعاتية، ثم نائبات لرؤساء اللجان. هي مجموعة من النساء اللي صراحة أنا بكل افتخار أسجل أنهن لهن قدرات وكفاءات عالية في تدبير هذا الشأن وفي تسيير دواليب هذه المؤسسة الموقرة، إلا أنه نسجل بخيبة أمل على أن هذه النسبة هي نسبة غير موفقة، أو نسبة يمكن أن نقول النسبة غير مهمة. نفس السؤال بالنسبة لسيدة توريا الفرج عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
شكرا على هذا السؤال. هو في الحقيقه سؤال وجيه. حنا في الحقيقه هذه الهيكله الجديده ما كتستجبش للانتظارات ديال النساء وكتستجب للمتطلبات ديالنا، لاننا حنا نطمح للمساواه والمناصفه. وحنا في الحقيقه لان العدد ديال النائبات ارتفع، 82 نائبه في البرلمان، خصها تكون متواجده في جميع الهياكل بواحد الطريقه منصفه، لان ماشي الكفاءات اللي كتخص، ولكن مع الاسف خص الاراده السياسيه. على السؤال الثاني، على المستوى القانون الداخلي لمجلس النواب هناك بند يتحدث عن ثلث بالنسبه لتمثيليه النساء، ما هو الحلول المقترحه لتفعيل هذه الماده ولتفعيل حضور المراه بشكل اكبر؟ لكن مع الاسف ما كاينش واحد القانون اللي خصو انه يفرض ثلث. هناك اننا نسعى باش تكون الثلث، ولكن مع الاسف ما كاينش واحد القانون. خص قوانين اللي كتفرض ان تكون ثلث في هذا المجال. يمكن نقولوا اننا نطالبوا بالثلث بواحد الطريقه قانونيه، ولكن المجموعه ديالنا حنا كمجموعه مع الاسف هي مجموعه موضوعاتيه اللي كنطمحوا انها تكون لجنه ويكون عندها يعني القدره ديال اللجنه، ولكن حنا الدور ديالنا كبرلمانيات يمكننا نفعلوه ويمكننا نضال، لان كنا النضال داخل قبه البرلمان هو اسهل من النضال خارج قبه البرلمان. وكنحاولوا حنا كتكتل نسائي ان شاء الله باش نحاولوا ان هذا نحاولوا نتقدموا بمشاريع قوانين ومقترحات قوانين لتفعيل وتسجيل وتنزيل هذه المقترح. السؤال الأخير، كيف تجدون تمثيلية المرأة داخل البرلمان مقارنة مع باقي البرلمانات الأخرى المجاورة خاصة في البلدان العربية؟ يعني كيف ينظرون إلى وضعية المرأة؟ في الحقيقة البرلمانات في بعض الدول العربية كيشوفوا أن البرلمان المغربي هو الصورة يعني كتفرح. علاش كتفرح وكتشرف؟ ملي كيشوفوا ان في الجلسة العمومية كنلقاو ان الرئيسة امرأة، الأمينة امرأة، كاين الرئيسه وكاين الامينه وكاين الامينه يعني بجوج الامينتين نساء. هذه الصوره كتعطي واحد الصوره يعني مشرفه اللي حنا كنفتخروا بها في الحقيقه مقارنه مع بعض الدول، ولكن كاينه بعض الدول اللي احسن منا اللي كنحاولوا اننا باش نتيقوا نكونوا حتى حنا في المستوى المنشود بالنسبه للطموحات ديالنا ان شاء الله. السؤال الثاني، هناك بند في القانون الداخلي ينص على احترام نسبه الثلث، لماذا لم يتم احترام هذا البند؟ فعلا هو وقع تراجع في تنفيذيات النساء داخل مكتب مجلس النواب او داخل تسيير شؤون مجلس النواب. هذا التراجع في القانون الداخلي، هناك بالنسبه للقانون الداخلي يفترض ان يكون هناك الثلث، ولكن هناك تراجع. هنا لابد احنا في المجموعه الموضوعات المكلفه لمساواه المناصفه ان نشتغل على هذا الموضوع بالتحديد. هنا مشكل ديال العقليات، احنا داخل المجموعة ونشتغل على مواضيع عدة من أجل أن تكون هذه المنصفة، ولكن ينبغي أن نشتغل بمعية زملائنا داخل الفرق البرلمانية وداخل المجموعة النيابية حتى يتسنى لنا يعني إقناع الآخر. فالأخوات يتمتعن بمؤهلات وبكفاءات عالية تؤهلنا لتسيير الشأن البرلماني تسيرا جيدا، ولكن تبقى العقليات التي ينبغي الاشتغال عليها. نحن طموحات ونأمل ولنا الأمل في أنه في يوم من الأيام لا بد أن تكون هناك مناصفة على الأقل داخل هذا المجلس النواب، ولكن الأمور هذه تأتي بالتدريج. ما يمكنش نقولوا بين عشية وضحاها. من بين 395 نائب ونائبة برلمانية كاين 82 نائبة. مع الأسف ما كاينش واحد القانون اللي خصو انه يفرض الثلث. هناك اننا نسعى باش تكون الثلث، ولكن مع الاسف ما كاينش واحد القانون. خص قوانين اللي كتفرض ان تكون الثلث في هذا المجال. يمكننا نقولوا اننا نطالبوا بالثلث بواحد الطريقه قانونيه، ولكن المجموعه ديالنا حنا كمجموعه مع الاسف هي مجموعه موضوعاتيه اللي كنطمحوا انها تكون لجنه ويكون عندها يعني القدرة ديال اللجنة، ولكن احنا الدور ديالنا كبرلمانيات يمكننا نفعلوه ويمكننا نضال، لان كنا النضال داخل قبة البرلمان هو اسهل من النضال خارج قبة البرلمان. وكنحاولوا احنا كتكتل نسائي ان شاء الله باش نحاولوا ان هذا نحاولوا نتقدموا بمشاريع قوانين ومقترحات قوانين لتفعيل وتسجيل وتنزيل هذه المقترح. ما هي نظرة البرلمانات الاخرى على تمثيلية المرأة في البرلمان المغربي؟ بالنسبة لدور المرأة بالنسبة لهذه المجموعة الموضوعات هي مجموعة رائدة يعني سابقة من نوعها. بالنسبة احنا عندما نمثل المغرب او نمثل البرلمان المغربي داخل الدول الاخرى الدول الاوروبية يعني يكون لنا صيت
كون أننا داخل مجلس النواب لنا مجموعة موضوعاتية مكلفين بالمنصفة والمساواة، يعني شيء صراحة يبهر بالنسبة للدول الأخرى. ولكن ما ينبغي الاشتغال عليه هي أن تصبح هذه المجموعة الموضوعات المكلفة بالمنصفة لجنة دائمة، لأن اختصاصاتها حسب القانون الداخلي هي جد 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 محددة. وإن أردنا أن نشتغل أكثر ونعطي أكثر داخل هذه المجموعة فنجد أنفسنا مقيدين، وليس لنا الحق في الاشتغال أو اقتراح مثلا مشاريع قوانين، لأنها تبقى لجنة موضوعاتية مؤقتة فقط. بعض الدول العربية كيشوفوا أن البرلمان المغربي هو الصورة موجهة، يعني كتفرح. علاش كتفرح وكتشرف؟ ملي كيشوفوا ان في الجلسه العموميه كنلقاو بعض المرات كنلقاو ان الرئيسه امراه، الامينه امراه، يعني كاين الرئيسه وكاين الامينه وكاين الامينه يعني بجوج الامينتين نساء. هذه الصوره كتعطي واحد الصوره يعني مشرفه اللي حنا كنفتخروا بها في الحقيقه مقارنه مع بعض الدول. ولكن كاين بعض الدول اللي احسن منا، اللي كنحاولوا اننا باش نتيقوا نكونوا حتى حنا في المستوى المنشود بالنسبه للطموحات ديالنا ان شاء الله. نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يوما دراسيا تناول موضوع التكوين المهني وآفاق التشغيل. فما هي أهم التوصيات التي خرج بها هذا اليوم الدراسي، وكذلك سبل تنزيل مشروع مهن المدن والكفاءات؟ المتابعة من خلال كواليس هذه الحلقة مع أمين الخالدي. الهدف من تنظيم هذا اللقاء الدراسي هو جعل المؤسسة التشريعية رافدا للمناقشة والمساهمة في ورشة المتعلق بالتكوين المهني، خاصة بعد وضع وثيقة عبارة عن خريطة الطريق أمام أنظار جلالة الملك. هذا اللقاء حضره نقابيون ومسؤولون عن قطاع التكوين المهني وأعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين. العطب الرئيسي الذي يجمع عليه الجميع هو أنه ليست هنالك ملائمة حقيقية بين التكوينات والمسالك ديال التكوين على مستوى التكوين المهني ومتطلبات سوق الشغل. لا يعقل انه يكون عندك تكوين مهني وكيخرج لك ناس اللي ما كيلقاوش مناصب في سوق الشغل. الاصل ديال التكوين المهني هو ان يستجيب لحاجيات سوق الشغل. اذا هذه المعضله الكبيره خصنا نتعاونوا جميع من خلال هذه خريطه الطريق ومن خلال المخطط الوطني ديال التشغيل كذلك اللي ما خصناش ننساوه، كيخصنا نتعاونوا جميع باش ننجحوا هذا الورش. الاقتصاد العالمي يعرف اليوم تطور في مختلف المجالات. هناك مهن جديدة أصبح يفرضها السوق ومهن في طريقها إلى الزوال، وقطاعات أصبحت تعتمد على التقنيات الحديثة والأبحاث العلمية. هذا التطور يجب أن نواكبه. المواكبة ديالو غتتم عبر خارطة طريق لتطوير التكوين المهني. هذه الخارطة الطريق فيها شقين أساسيين. الشق الأول متعلق بمهن مدن المهن والكفاءات، اللي هي عبارة عن مؤسسات من جيل جديد، مؤسسات اللي غتكون متعددة الأقطاب، مؤسسات اللي فيها تمثيلية ديال المهنيين بشكل كبير، مؤسسات التي غتكون عندها حكامة من نوع جديد، عبارة عن شركات مجهولة الاسم لأجل فعالية أكثر. أقطاب المهن وحسب المشروع الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، من المفترض أن يراعي خصوصية كل جهة مع سوق الشغل وخلق تكوينات جديدة يطالب بها المهنيون، خاصة في مجال تثمين المنتوجات الفلاحية ومهن مرتبطة بالتسويق. والآن نفسح المجال أمام أسئلة البرلمانيين وأجوبة السادة الوزراء عليها. السيد الوزير المحترم، بتعليمات ملكية تم إحداث لجنة وزارية ترأسها السيد رئيس الحكومة في أكتوبر 2017 لمعالجة المشاكل المرتبطة بندرة المياه. لحد الساعة السيد الوزير لا زال المشكل قائم. نحن في العالم القروي نعاني من ندرة المياه في شهر 4، ما بالك في شهر 6 وشهر 7 وشهر 8؟ وهذا الشيء كله مرتبط بواحد العدد ديال الاختلالات. كاين واحد المشروع السيد الوزير اللي في علمكم وسبق لكم زرتو، اقليم وزان، اللي هو غادي يزود واحد العدد ديال الساكنه ديال العالم القروي فيما يخص اقليم وزان والشاون وتونانت، من انطلاقا من سد الوحده، ولحد الساعه لم يكتمل رغم انه تم الانطلاق ديالو تقريبا مده ديال 10 سنوات. هذا صراحه السيد الوزير كيخلق مشكل وفوقاش ما درنا. شكرا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير، تفضل.
هذه المسألة ديال تزويد العالم القروي بالماء الشروب، السادة النواب تيعرفوا بأنه إلى سنوات خلت ما كانش واحد العدد ديال المراكز وديال القرى تحتاج إلى ربط مباشر بالشبكة. الآن اللي يمكن نقول السادة النواب ونحن على أبواب إنهاء البرنامج الأولوي اللي أمر بجلالة الملك واللي غيتعرض عليه قريبا، القرار الذي اتخذ هو أن جميع القرى والمداشر والمراكز ستربط بالشبكة، ومن تنقول بالشكة بمعنى غادي تدخل في التزويد اللي جاي من السدود أو الماء ديال تحلية ماء البحر، وهذا غيكلفنا تقريبا السنوات المقبلة، السبع سنوات المقبلة، يعني الرقم الإجمالي حوالي 115 مليار ديال الدرهم، ونحن بطبيعة الحال بصدد إجراء يعني الأمور النهائية باش هذا البرنامج هذا اللي غيكون برنامج ضخم واللي غيعفي بطبيعة الحال هذه القرى وهذه المراكز أنها تبقى مرتبطة هذاك الارتباط السابق بالآبار أو بالعيون. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة، شكر موصول أيضا إلى طاقم البرنامج الذي سهر على إعداد هذه الحلقة. نهاية أسبوع موفقة رفقة برامج قناتكم دزم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.